السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله، تمام الحمد لله. سامعاني كده؟ لا، صوتك واضح جدا. طيب تمام، يا اهلا وسهلا. ازيك يا باشمهندس، اخبارك ايه؟ معلش، انا دايما يا في مطار يا مسافرة يا كده، سامحني. لا، ربنا معاكي ربنا معاكي، مفيش مشكلة. احنا عادة بس بندي لايك 2 مينتس اوكي للناس عشان تتجمع. تمام. طيب احنا يعني بنبتدي، احنا جاهزين. اوكي تمام. اول حاجة بنرحب بيك يا دكتور. ازاي يا اهلا حضرتك، وسهلا يا عملتي اهلا وسهلا يا اهلا يا وسهلا ايمان بيكي. زميلتي؟ بس هتطلع لايف ناو. اوكي ايمان هتطلع بس لايف. انا طلعت لايف، فدكتور حضرتك ممكن تشير طيب البرزنتيشن دلوقتي. اول حاجة يا دكتور، بنرحب بيك معانا في الويبينار، وبنشكرك على البارتيسيبيشن بتاعك معانا النهاردة. تمام، انا شرف ليا طبعا ان انا ابقى جيست اوف سبيكينج مع شركه يعني محترمه زي سيمبيوس، وهي فرصه برضو بالنسبه لي جميله ان انا ابراكتس التيتشنج سكيلز بتاعتي. تمام، مع مكان محترم زي سيمبيوس يعني، فانا شرف اهلا ليا. بيك. هو احنا دايما بنحب في الويبينارز بتاعتنا ان احنا تو انفايت ناس بروفيشنال زي حضرتك عشان تمام، الشرف تو ليا. شير اكسبيرينس، تو شير بيست براكتسز، بنتعلم من بعض. تمام دايما الويبينارز بتاعتنا بتبقى اي حد يا جماعه حابب يسال اي كويشن ممكن تحطه في الكيو ان اي، او ممكن تحطوا لنا الكويشن في الشات. احنا البرزنتيشن هتبقى من الدكتور، وبعد كده هنبتدي ناخد الاسئله. طبعا التوبيك بتاع الديماند بلاننج وثينكينج اباوت ديماند بلاننج وبيزكس اوف ديماند بلاننج ده هاز بين وايد وايد ديسكشن بقى لنا فتره سنين. في الفتره الاخيره بعد الكوفيد ومشاكل الكوفيد والفوركاستنج ايرور الرهيب والفوكا وورلد اللي احنا عايشين فيه، everything is not clear, not everything is complex, everything vulnerable. فاحنا بنرحب بيك يا دكتور، يا اهلا واتفضل وسهلا. حضرتك معاك المايك. اهلا بيك يا دكتور. اوكي يا اهلا وسهلا. انا احب اعرف نفسي، انا دكتور احمد وصفي، صيدلي. انا اكشوالي في مجال المانيفاكتشرنج، فارماسيوتيكال مانيفاكتشرنج، من اكتر من 12 سنه. حاليا انا ران ثرو مايكرو ماستر ان سبلاي تشين مانجمنت from MIT, Massachusetts Institute of Technology. تمام، already have a verified certificate in supply chain analytics and supply chain fundamental from MIT. ودي فرصة جميلة ان انا اشارك في الويبينار معاكم يعني بإذن الله، وان شاء الله يعني يكون التوبيك يعني useful للاودينس كلهم بإذن الله. My presentation will be about introduction to demand planning and forecasting. Okay, first, there is important question. What is supply chain? What is supply chain? Supply chain simply is two or more parties linked together by a flow of resources. This flow of resources is typically information, money, and material in order to fulfill the customer requirement. As we can see here in this picture, we have a plant, a factory, okay, and we have the store, and we have the customer. The customer here get his demand from the store. And we can see here. حضرتك ممكن تتكلم بالعربي، يعني عربي وانجلش. اوكي، ينفع عربي وانجلش ولا؟ طيب، يا ريت عربي وانجلش مع بعض. حاضر، ما فيش مشكلة. And we can see here there is a flow from the plant and from the plant to the store and from the store to the plant. يعني بمعنى ان هو عندي الكاستمر هنا بيحصل يعني بياخد الديماند بتاعته من الستور. اوكي، ومن بين ذا ستور اند ذا بلانت في فلو اوف انفورميشن، فلو اوف ماتيريال، فلو اوف ماني. انفورميشن انفورمن فور اوردر من
الستور للبلانت انفورميشن ان فورم اوف ستاتس من البلانت للستور. يعني مثلا ان البلانت بيبلغ الستور ان هو والله الاوردر بتاعك هيبقى جاهز في خلال فتره قد كذا، الستوك الموجود قد كذا، كل دي انفورميشن اوف ستاتس. اند ماتيريال طبعا البرودكت ذات نفسه اللي بيتنقل من البلانت للستور، وطبعا عندنا البيمنت الموني. اوكي، وحابب ان انا اوضح بالاكزامبل التالي. انا سي انا عندي بلانت بيريديوس بايسكل. اوكي عندي البلانت ده محتاج سبلاير، هاردوير سبلاير وفريم سبلاير. هاردوير سبلاير هاف ا سبلاير، يعني محتاج سبلاير لتاير سبلاير، بيج سبلاير، بدل سبلاير، تمام. والفريم سبلاير محتاج كاستنج بلانت وبينت سبلاير. في الاكزامبل دون انا يعني فور اكزامبل رابر مانيفاكتشرنج، رابر مانيفاكتشرنج الدايركت كاستمر بتاعه هو التاير سبلاير، التاير سبلاير دايركت كاستمر بتاعه هو الهاردوير سبلاير. اوكي، كذلك عندنا بالنسبه للفريم سبلاير عندي البينت سبلاير هو الدايركت كاستمر بتاعته الفريم سبلاير. On the other side we see after we produce this item البايسكل، تمام، الايتم دون بيروح للهول سيلر وفروم ذا هول سيلر تو ريتيلر اند فروم ريتيلر تو ذا كاستمر. يعني الفكره كلها ان احنا بنوضح التشين، يعني مثال بسيط للسبلاي تشين، تمام، مثال زي البايسكل ان هو الكونتنت بتاعت التشين نفسها دي بتبقى عباره عن ايه. لذلك هي سبلاي تشين بتتشبه بانها ووتر فول، لايك ووتر فول، سبلاي تشين از لايك ووتر فول، وي هاف داون ستريم اند اب ستريم. ات ذا داون ستريم بارت كاستمر اند اني اوبريشن ريليتد تو ذا كاستمر لايك ديستريبيوشن اند ترانسبورتيشن. يعني بمعنى في الداون ستريم بتاعي بيبقى موجود الكاستمر، ان ذا اب ستريم موجود الاوبريشن which contact to manufacturing زي الرو ماتيريال والسبلاي. دي واضحه في السلايد اللي بعدها، upstream and downstream. اوكي، سو نيجي للديماند بروسيس. ذا ديماند بروسيس consists of three component important component: demand planning, demand forecasting and demand management. بمعنى انا دلوقتي عندي الديماند بلاننج. اوكي، انا to create a product برودكت معين. اوكي، البرودكت دون يعني ديبند اون النيدز بتاعه الماركت بتاعي. اوكي، هكريت برودكت معين وي هعمل له بروموشن، اي ويل دو بروموشن فور ذيس برودكت اند بليسنج ذا برودكت. يعني البرودكت والله ده اللي هقدمه المفروض هي بليس فين، هيبقى موجود فين. اوكي، اند برايسنج فور ذيس برودكت. ذيس از concerning of a demand planning. Concerning of demand forecasting, I have three important items: strategical and tactical and operational forecasting. دي في السلايد اللي بعدها هنتكلم. Strategical, the time period of the strategical years, 1 year, 2 year, 5 years. وهنا يعني هي الاكزامبل ليها مثلا زي مثلا الحكومات لما بتيجي تعمل مثلا خطه خمسيه او كده، دي استراتيجيكال، وهي بتبقى على الليفل اوف الهاي ليفل مانجمنت بتاعت اني ان استراكشر. وي كونسيست اوف بزنس بلاننج، كاباسيتي بلاننج، والانفستمنت استراتيجيز. الانفستمنت بتاعتي نفسها الاستراتيجيه بتاعتها تبقى هعمل انفستمنت في ايه، هبدا الانفستمنت بتاعي امتى، تمام. بعد كده عندي التكتيكال. After that I have the tactical. The time period بتاعت التكتيكال دي بتبقى quarter، يعني quarter، months، weeks. ودي concerned أكتر لي السيلز بلانينج، المان باور بلانينج، والانفنتوري بلانينج. وهي بالأساس بتمكنني إن أنا أعمل monitoring للبروسيس بتاعتي، إن أنا أعمل monitoring للبروسيس بتاعت الفوركاست بتاعتي، تمام. وتيجي بعد كده الاوبريشنال تايم، يعني تايم فريم بتاع الاوبريشنال ده بيبقى دايز او اورز، وهي كونسرند اكتر بالبرودكشن والانفنتوري ديبلويمنت والترانسبورتيشن بلاننج. عندي بالنسبه للديماند مانجمنت،
أهم component, the most important component in demand management is how to make a balance between demand and supply. يعني إزاي إن أنا أخلق balance ما بين demand and supply. ما جيش إن أنا أعمل productivity عالية جدا فأبقى overstocked. أو إن أنا productivity not meet the demand في موضوع إن أنا أبقى out of stock. اوكي فهي المين ايشو هير عندي هي ان انا ازاي اعمل بالانس بتوين ان ديماند اند سبلاي وكونسيست اولسو اوف سيلز اند اوبريشنال بلاننج. بالنسبه للفوركاستنج, في فوركاستنج تروزم في ثوابت في الفوركاستنج لازم ان انا اراعيها. The most important component of forecasting tourism is aggregation. Aggregated forecasting is more accurate. بمعنى ان انا عشان احصل على forecast okay, more accurate لازم ان انا اعمل aggregation لل demand الموجود عندي. بمعنى ان انا already يعني already انا الفوركاست بتاعي بيبقى depend on actual demand موجود. طيب عشان I have a clear vision for my forecast, I have as much as possible to aggregate my demand. Okay, aggregation here by SKUs, by time, by location. SKU برضو للو يعني حد مش عارفة stock keeping unit دي and say coding system لل items نفسها. وهشرح بعد كده في السلايد اللي بعد كده إيه الأمثلة على كل حاجة من الـ SKU أو الـ Time أو الـ Location. وإنها الـ Forecast بيبقى more accurate لما أعمل aggregation للـ SKUs والـ Time والـ Location. Okay. طيب أول حاجة عندي عشان نقيس الـ Forecast يعني الـ visibility بتاعت الفوركاست بتاعتي, عندي حاجة اسمها coefficient of variation. Coefficient of variation, coefficient of variation like shown here in this graph, I have the red line and the blue line. As we see, the red line is more aggressiveness, more aggressive, more volatile. يعني الخط الأحمر ده عندي طالع ونازل طالع ونازل, تمام. More stable, the blue line more stable. I will see here in this example the coefficient of variation of the blue line much more lower than the red line. Coefficient of variation بتاعي هنا أقل بكتير من ال red line. طيب ده إيه فايدته؟ ده when my coefficient of variation is low, this means I have more clear data, more stable data, less volatile. I can predict, I can do my forecast much more better. In this case, type coefficient of variation actually equal to standard deviation over demand. هشرح ببساطة برضو إيه ال standard deviation وإيه ال standard deviation over mean. Sorry. هشرح ببساطة إيه ال standard deviation وإيه ال mean. يعني لي according to normal distribution. Okay. Okay. First of all, what is the mean? The mean it is the average of my sum of demand. يعني أنا عندي demand معينة, okay, وهبينها أكتر في ال okay في ال Excel sheet. ثانية. Okay, ال Excel sheet down, okay. Okay. Say أنا عندي أنا time period day one, day two till day 14, and the demand, the actual demand for day one, actual demand for day two. Okay. طيب بسهولة خالص. طيب عاوز أجيب المين بتاع الديماند دوت. Okay. كان يعني ممكن أجيبها بسهولة جدا من الـ Excel sheet أو using SAS أو كده. And then أنا هجيب الـ average للداتا اللي موجودة عندي دي. اوكي اللي هي بتساوي sum of all data على عددهم, يعني مجموع الداتا دي كلها على عددهم. هنا عدد الداتا دي 14 من 14 يوم. اوكي هجيب المين. طيب ايه هو الستاندرد ديفيجن؟ الستاندرد ديفيجن
أو ببساطة هو الـ square root of الـ variance. طيب إيه الـ variance؟ الـ variance دول كل داتا موجودة عندي minus المين. أوكي؟ وبعدين بعد كل يعني كل result موجودة عندي بعملها up to the power 2 وبعدين بجمع بسم all of my data over عددهم برضو over the number of these data in this case 14. أوكي؟ okay. وبعد كده إيه كده هيبقى جالي the mean of the variance this is the result of my variance. Okay, and the standard deviation is the square root of this variance. طيب بس معلش يا دكتور احنا ممكن نعمل standard deviation معادلة يعني مش عايزين الناس تتخض برضه يعني طبعا لا بس هي الفكرة يعني هي اساسا على الاكسل شيت يعني مش محتاج حاجة يعني يعني اوكي انا هدي هنا اوكي ستاندرد يعني ستاندرد ديفيوجن ستاندرد ديفيوجن اوكي هيطلع لي على طول ستاندرد ديفيوجن للخيار الموجود عندي ده يعني ما فيهاش مشكله يعني بحاول افهمها لو حد مش عارف بس مش اكتر يعني بحاول افهمها انا معاك تمام بس في بعض الناس احيانا بتتخض من الستاتستكس يعني لا ما هي اصلا يعني هو كل شغل السبلاي تشين هو ستاتستك بس هي يعني ما تخضش يعني سهل ان هي تتفهم يعني انا هوضحها اكتر في برضه السلايد بس انا كنت حابب اوضح يعني باكزامبل يعني اوكي ثانيه واحده اوكي هنا في السلايد موجود عندي النورمال ديستريبيوشن ببساطه النورمال ديستريبيوشن دوت انا بيبقى عندي المين اوف ماي ديماند يعني انا عندي ديماند زي ما انا وريتها في الاكزامبل دوت بجيب المين بجيب الافريج بتاعها تمام الداتا بتاعتي اللي متوزعه حوالين المين يعني انا دلوقتي عندي الديماند دي جبت الافريج بتاعها توزيع الداتا دي حوالين المين ده الكور بتاع النورمال ديستريبيوشن تمام زي ما يشون هنا ان هي ده المين in the middle okay. والداتا بتاعتي متوزعة حواليه تمام طيب انا دلوقتي هنيجي الموضوع اللي هو aggregating by skew مدي هنا example لو say انا عندي coffee shop عنده 3 size cups okay. والcups دي ليها ليد دي غطا تمام والديماند للليدز دي متوزع زي ما هو باين large medium and small the first number طبعا for the mean and the second number for the standard deviation the mean of the demand and the standard deviation of the demand فزي ما انا شايفين هيبقى coefficient of variation بتاع ال large 0.38 0.47 for the medium 0.44 for the small okay طيب ايه اقدر اعمل ايه aggregating by skew طيب what if ان انا create common size lid يعني انا عملت lid ينفع على السايزات دي كلها ايه اللي هيحصل للكوفيشنت اوف فاريشن هنا هيقل اوكي وات اف اي ديزاين كاب ويز كومن ليد هيحصل هيقل طب هيقل ازاي ببساطه شديده ان انا هجمع سم اوف ماي اول مين اوف ديماند اند سم اوف ماي اول ستاندرد ديفيجن للثلاثه سايز تمام فهيديني كوفيشنت اوف فاريشن زي ما احنا شايفين هو في سؤال بس هو في حد بيسال يوزف كوفيشنت اوف فاريانس او فاريشن معلش لو تسمح لي هو دكتور هنا لو رجعنا الصوره اللي فاتت اوكي انت دلوقتي النهارده الناس الصوره اللي فاتت حضرتك عامل اكزامبل اللي هي دي اللي بعدها مدينا ثلاثه سامبل ديماند اللي فيها ثلاثه سي في ثلاثه سامبل ديماند بالظبط تمام طب هو الدكتور هنا بيحاول يشرح انا عندي ثلاثه برودكتس بثلاثه ديماند الاخضر ده ديماند والازرق ده ديماند والاحمر ده ديماند بالظبط لو انتوا كده تخيلتوا ان احنا هناخد الداتا دي كلها ونشوف الفاريشن بصوا كده عينيكم معانا هتلاقي من الاحمر اصغر حاجه ريد لاين بالظبط الاجريشن بتاعه عالي جدا يس عالي جدا والازرق اقل والاخضر اقل والاخضر اقل تمام طيب اللي لما لو تسمح اتفضلي انا عايز اشرح لهم حته صغيره فضل. انا عندي افريج الدكتور ورانا في ان المتوسط 80 وفي حاجه ديماند 450 بالزبط. وفي حاجه ديماند 250 طب انا ما اقدرش اقارن فاحنا هنا بنروح للكوفيشنت اوف فاريانس او فاريشن عشان اقدر اقارن بينهم فالدكتور بيورينا ان انا بشوف الستاندرد ديفيشن مقسوم على الافريج كل ما السي في ده كبر كل ما معناها الديماند فاريابيليتي عاليه
كل ما السي في ده صغر it's favorable for us. favorable ليه؟ لان انا هقدر ان انا افوركاست هبقى عندي كلير صح. برافو عليك. ان انا افوركاست الديماند بتاعتي مظبوط زي ما حضرتك قلتي تمام. انا بس بقول علشان في ناس بتقول يا جماعه ده اي كومباريزن عايز تقارن ستاندرد ديفيشن 50 ده كبير بالزبط. حلو ولا وحش بالزبط. 70 حلو ولا وحش سمع الافريج هديك رقم كل ما السي في ده عالي عن 0.5 فانت عندك فاريابيليتي عاليه مظبوط. كل ما السي في نزل عن 0.3 و0.2 ده بقى بالنسبه لنا سويت سبوت ده اللي احنا عايزينه يعني ده اللي احنا عايزينه. الدكتور هنا يس بيستخدم السي في عشان يورينا ايه اللي ممكن يعمله تمام. اتفضل يا دكتور. تمام اوكي سو ذيس از فيرست اكزامبل فور اجريجيتنج باي سكيو اوكي ان انا كرييت كومن ليت فكومن ليت دون هيبقى الكوفيشنت اوف فاريانس بتاعه اقل بكتير فهقدر ان انا ده يعني most favorable for me for demand forecasting okay. طيب انا حابب برضو انا ربط نفس الاكزامبل سي ان هي الديلي ديموند بتاعت ده بتكلم عنها aggregating by time daily demand let's day وليكن مثلا normal distributed زي ما هي معمولة هنا 780 okay. mean demand 780 طيب ده الديلي لو جيت للويكلي دلوقتي هيبقى 5458 طيب ليه يعني ايه ليه المين ديماند عالي لانه ببساطه ان انا جمعتهم في فرق من ان المين ديماند عندي في يوم واحد في المين ديماند يبقى عندي في 7 ايام هجمع كل المين دي هتديني المين ديماند في الويك كذلك بالنسبه للمانث هجمع المين ديماند دي في ال 30 دايز اللي هم عندي اوكي فهيديني المين ديماند فنتيجة لكده coefficient of variation CV عندي هيبقى أقل يعني زي ما احنا شايفين هنا في المونثلي 0.06 في الويكلي 0.12 في الديلي عشان بس الصورة بس مش شايف الرقم فهنلاقي ان هو رقم أعلى اوكي فانا يعني الموست preferable بالنسبة لي هيبقى المونثلي ده الاجريجيتنج باي تايم هنيجي لاجريجيتنج باي لوكيشن برضو عشان اشبهها ان انا سي مثلا على نفس المثال الليد ديان الليد ديان اللي هي الغطيان بتاعت الكابس ديان انا بعمل لها سبلاي لثلاثة ستورز ثلاثة لوكيشن يعني عندي بلانت بتاعي اللي هو بينتجهم وبيعمل البلانت ده وان سبلاي لثلاثة لوكيشن اوكي والثلاثة لوكيشن دول برضو متوزعين الديماند بتاعتهم بالمين والستاندرد ديفيجن زي ما هو واضح هنا بالارقام ديان 5458 المين ديماند والستاندرد ديفيجن 632 طيب ايه اللي يحصل لو انا عملت بول للديماند ديماند بولينج في ديستريبيوشن سنتر يعني ان انا كرييت ديستريبيوشن سنتر ما بين البلانت والستورز دي تمام هيعمل لي ايه هيعمل لي مور كلير فيجن تو ديماند ليه لانه كوفيشنت اوف فاريشن هنا هيبقى اقل بكتير زي ما هنا واضح في المثال coefficient of variation بتاع distribution center 0.07 فهيديني clear vision ليا ان انا هقدر forecast my demand اوكي وده المقصود بالaggregating by location اوكي وهنا موضح بالمثال بالصوره دي اوكي طيب في عندي 3 models of forecasting I have 3 models for forecasting demand. Okay, cumulative, naive, and moving average. وأنا ترتيبهم المفروض طبعاً هو النايف الأول, cumulative والmoving average. طيب عشان أوضح الصورة إيه cumulative والنايف والmoving average هتنقل هنا على الإكسل شيت هنا. Okay, هو ظهر الإكسل كده. تمام. الاكسل شيت ظاهر تمام ظاهر تمام اوكي طيب ايه النايف والكوميوليتيف والموفينج افريج تمام سي انا عندي ده مثال لبروبلم كانت يعني عندي اوكي ان انا عندي تايم بيريد هنا برضو من 1 ل 14 اوكي طيب النايف ببساطه شديده هو ان انا بريدكت ان انا بفوركاست الديماند بتاعتي بيزد على الاكشوال ديماند الموجود عندي
يعني زي ما احنا شايفين هنا مثلا اخر ديماند موجود عندي هنا 1202، فبالنسبه للنايف هيبقى الفوركاستنج للدي 15 هو 1202 ببساطه شديده. تمام، بالنسبه للكوميونيتيف، الكوميونيتيف بسام اول ماي داتا، بعمل مين اوف ذا سام اوف اول ماي داتا، يعني بجمع اول الداتا بتاعتي واقسمهم على عددهم. اوكي، يعني زي ما هو واضح هنا، يعني انا عندي هنا الداتا بتاعتي من دي 1 لدي 14 بجيب الافرج بتاعهم. الافرج بتاعهم ده هيبقى الكوميونيتي فوركاست بتاعي لدي 15. طيب ايه، نيجي للموفينج افرج. موفينج افرج عندي 2 موفينج افرج، 4 موفينج افرج، على حسب كل فيرم بتحدد هتستخدم ايه. اوكي، طيب بالنسبه للتو موفينج افريج ببساطه ان هو بستخدم زي ما هنا واضح، بستخدم مثلا سي انا جيت في دي 2 عاوز اعمل فوركاست لدي 3. تمام، يبقى هجمع دي الديماند بتاع دي 1 ودي 2. تمام، واقسمهم، انا دلوقتي تو موفينج افريج بقسمهم على 2. اوكي، بجيب الفوركاست لدي 3 وهكذا لغايه ما اجيب اجي لدي فور للفوركاست بقى اللي انا عاوزه اللي هو بتاع دي 15 اللي هو هيساوي في الحاله دي 1171.5. اوكي، ده بالموفينج افريج تو موفينج افريج. وعندي حاجه اسمها فور موفينج افريج، نفس الفكره برضو، ان هي بسام بقى فور يعني فور داتا، يعني في هذه الحاله، يعني في الحاله دي من دي 1 لدي 4، وبقسمها ان انا ده فور موفينج افريج بقسمها على 4. طيب انا دلوقتي عندي حاجه اسمها فوركاستنج ماتريكس. اوكي، اوكي شير، ارجع هنا. اوكي، ايه الفوركاستنج ماتريكس دي؟ تمام، عندي حاجه اسمها مين ابسولوت ديفيجن ومين ابسولوت بيرسنت ايرور والمين سكوير ايرور. فوركاست ماتريكس دي اكنها اداه انها بتقيس لي انهي الافضل، النايف ولا الكوميوليتيف ولا الموفينج، تو موفينج، فور موفينج افريج، 6 موفينج افريج، انهي الافضل. هي انا بقدر ان انا اقيس بالفوركاستنج ماتريكس دي. وعامل برضو هنا على سبيل المثال برضو في الاكسل شيت دوت. اوكي تمام، بجيب الماب. اوكي، بتاعت يعني دواء الماب بتاعت النايف، ماب بتاعت الكوميونيتيف، بتاعت الموفينج افريج. اوكي، طيب الماب بتتحسب ازاي؟ ان هي ببساطه ان انا بطرح الاكشوال ديماند اللي عندي من الفوركاست بتاعه. يعني انا مثلا بالنسبه لدي 2 ان انا بطرح الاكشوال ديماند بتاع دي 2 ماينس الفوركاست بتاعه. تمام، اوكي، على الاكشوال، على الاكشوال ديماند دي. اوكي، و مين اوف سم اوف الداتا بتاعتي دي. يعني في الكيس بتاعت النايف باختصار الماب عندي هنا 0.048. اوكي، في الكيس اوف كوميونيتيف الماب عندي 0.045 اقل. في الكيس اوف تو موفينج افريج 0.042 اقل. الافضل في الكيس اللي انا فيها دي الفور موفينج افريج اللي هي 0.03، دي افضل حاجه لان الماب بتاعتها اقل. تمام، اوكي، نرجع هنا للسلايد. اوكي، بعد الفوركاستنج ماتريكس، اوكي بعد الفوركاستنج ماتريكس نتكلم على حاجه اسمها تايم سيريز اناليسيس. الفوركاستنج الديماند بتاعتي ديبند اون تايم، فوركاستنج الديماند ديبند اون تايم. طيب عندي 3 كومبوننت مهمين في التايم سيريز اناليسيس. عندي حاجه اسمها ليفل وترند وسيزوناليتي. طيب ايه الليفل؟ ليفل ببساطه ليفل ديماند دوت الديماند الاكشوال ديماند بتاعتي بتهوفر اراوند المين، يعني بمعنى ان انا الديماند بتاعتي بتدور اكنها بتدور في فلك المين، ممكن اعلى شويه اقل شويه بس بتدور في فلك المين. اوكي، فده المقصود ببساطه ان بالليفل ديماند. اوكي، ليفل اوف ديماند. طيب ايه الترند؟ الترند ده لو انا عندي انكريز او ديكريز،
والانكريز او الديكريز دوت بريزست يعني مستمر تمام بسيرتن فاليو. ده بالنسبه للتريد. السيرتن فاليو دي اسمها اللي هي السلوب، يعني as shown here in this this graph I have here the time at my x axis and my y axis at demand rate. Okay, my demand increase والانكريز بتاعها بريزستد. اوكي بسيرتن فاليو، السيرتن فاليو دي هي السلوب تمام. ودون هيتشرح اكتر لما هاجي للريجريشن موديل هيبان اكتر وايه الايكويشن بتاعتها وكده. فده بالنسبه للترند. طيب عندي اخر كومبوننت ودي الايكويشن بتاعتها برضو هتبان اكتر في الشرح بتاع الريجريشن. طيب عندي اخر حاجه اللي هي السيزوناليتي. سيزوناليتي ببساطه هي عباره عن ريبيتد سايكل اراوند انون اند فيكسد بيريد، بمعنى ان انا بيبقى عندي زياده في الديماند او ممكن ديكلاين في الديماند تمام لسيرتن بيريد. سيرتن بيريد دي ممكن دايز ويكس مانس او كوارترز تمام، بس في فيكسد بيريد في التايم سايكل بتاعي، يعني معروف ان هي مثلا في السنه هي بيبقى موجود عندي سيزوناليتي. ابسط مثال عندنا زي في مثلا في خلال مثلا شهر رمضان، لو انا عندي مثلا انا في شركه مثلا بتنتج منتجات مثلا البان، فيبقى بالنسبه لها سيزوناليتي عندنا هنا شهر رمضان، بالنسبه لها هي لازم بتبقى حاسبه تعمل فوركاستنج للديماند بتاعتها في الوقت بتاع السيزوناليتي دون، ان هي بتزود البرودكتيفيتي بتاعتها، بتظبط الاستوكات بتاعتها، و يعني بت يعني ان اوردر تو فيس الاكستريم انكريز في الديماند. فده يعني ده المقصود بالسيزوناليتي. طيب بالنسبه ل هاو اي هاندل ليفل اند ترند اند سيزوناليتي، في حاجه اسمها اللي هي هولت وينتر ميثود. هولت وينتر ميثود دي هي معلش ايكويشن يعني شكلها ملعبكه شويه، بس انا مش هتطرق ليها، مش هشرحها يعني بالتفصيل، بس هولت وينتر ميثود. هو على فكره في حد بيسال في الجروب اذا كان الكلام ده المينيتاب ممكن يحسبه، فهو فعلا بيتعمل على المينيتاب، يعني احنا حضرتك كده بتشرح لهم الكونسبت. يعني ما تتخضش، الرد بس على السؤال اللي بيعمله المينيتاب بيعمله. لا بيعملوا ده بس الكونسبت بالظبط بالظبط مظبوط، بس احنا محتاجين نفهمه، يعني ما انا لو رحت اعمله على المينيتاب وانا مش فاهماه مش هستفيد بيه. بالظبط، في فرق ان انا اتعامل وانا فاهم ده ايه وده ايه تمام، وفي فرق ان هي يعني ايه ان هو جاست ان انا بعمله مش فاهمه تمام. وهي يعني هولت وينتر ميثود هي يعني هي بان ان هي الايكويشنز دي يعني صعبه وكده، بس هي بتحتاج ان هي براكتس شويه على بروبلمز او كده عشان بس تتفهم اكتر او كده. بس هي المين يعني المين ثيوري بتاعت يعني المين ايديا هي ان هولت وينتر ميثود دي يوزد في ان كيس اوف الليفل والترند والسيزوناليتي. اوكي ان انا اقدر لما يبقى عندي ليفل وترند وسيزوناليتي ان انا اعمل فوركاست للديماند بتاعتي تمام. ويعني مش هتطرق ليها قوي، انا حتى جايب بس مع شويه معلومات ان هي الالفا والبيتا والفاي الرينج بتاعهم المفروض البريفربل بيبقى من كام لكام، بس يعني ايه انا يعني لازم ما دام بتكلم على التايم سيريس لازم يعني اتكلم على الهولت وينتر ميثود. طيب نيجي على الفوركاستنج اوف فور سبيشال كيسز الريجريشن موديل. ريجريشن موديل طيب عشان اوضح الريجريشن موديل هبين بس ده اكزامبل ان انا سي انا عندي ديماند موجود في تايم بيريد معين زي as shown here تمام. الكولوم ايه ده الديماند، هنا عندي التايم بيريد، وهنا الفوركاستنج بريتش اوف مانث والسكول سيشن، دي كلها عوامل مختلفه. دلوقتي الريجريشن موديل ايه البينيفيت بتاعت الريجريشن موديل؟ اولا الريجريشن موديل بيتعامل مع الليفل والترند اللي احنا كنا بنتكلم عليهم. طيب هنا في الجراف اللي موجود عندي عشان عندي التايم اون اكس اكسس اند ديماند ان ان ذا واي اكسس. اوكي عندي الايكويشن، ما اعرفش هي واضحه يعني واضحه للناس ان هي واي ايكوال بي نوت. بي نوت ده بالنسبه لي الليفل. ايه الليفل ده اللي هو يعني الانترسبت. انترسبت ببساطه اللي هو الـ 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 القيمه بتاعت الديماند لما هيبقى التايم زيرو، وين ماي اكس اكسس زيرو وات از ماي ديماند تمام. ده الليفل بلس السلوب اللي هو الترند في الحاله دي،
we multiply by the variable. طيب معلش يعني هوضح اكتر. يعني هي الفكره ان انا عن طريق الريجريشن موديل اقدر ان انا فوركاست الديماند ديبند على الايكويشن الموجوده عندي. طب ازاي؟ لما انا ببني الريجريشن موديل اوكي بيجيب لي قيمه والبقى انا ببنيه بال يوزنج اكسل شيت او الساس او كده في ثواني. يعني مش يعني القيم دي كلها لا بحسبها بورقه وقلم ولا اي حاجه، ده على طول بتتبني. بس هي الفكره ان انا لما ببني وين يعني اي بيلت يعني اي يعني لما ببني الريجريشن موديل دوت بيديني قيمه الليفل اللي عندي، الانترسبت اللي عندي قد ايه، وقيمه السلوب اللي عندي، فاقدر ان انا احسب الديماند اللي عاوز اعملها فوركاست. طيب عشان اوضح، لو انا مثلا بيلت ريجريشن موديل ما بين الديماند وما بين التايم بيريد عندي اللي موجودين هنا، تمام؟ دي الايكويشن بتاعتها، هبقى ارجع لها. اوكي لو انا بنيت ما بين الديماند والتايم بيريد، تمام، ببني الريجريشن موديل على الاكسل بيديني القيم دي، بيديني از ات از كده في التيبلز، تمام. طيب القيم دي ايه فايدتها؟ اولا عندي حاجه اسمها الادجستد ار سكوير. الادجستد ار سكوير دي مثلا هنا عندي 77%، دي بتقول لي ان انا والله ان الموديل اللي انا بنيه دوت بيكسبلين 77% من الفاريشن ان ديماند، فده بالنسبه لي كويس جدا. طيب نيجي للكوفيشنت هنا. اول حاجه القيمه الاولانيه 3240 3240، this is for the intercept، and for 53 this is for the slope. اوكي طيب لما اطبق بقى، لما اطبقها في الايكويشن الموجوده عندي هيبقى الديماند ايكوال للانترسبت اللي عندي اللي هو 3240 بلس 53 ملتبلاي باي التايم. طيب التايم ده الفاريبل. طيب انا سي مثلا عايز اعمل فوركاست للتايم بيريود مثلا 75، يبقى جاست ان انا هحط 75 في الايكويشن ديت ملتبلاي باي 53 بلس 3240، تمام. فالفكره ان انا لما عملت بيلت الريجريشن موديل ده عرفت ايه الانترسبت، عرفت ايه السلوب، تمام، وقدرت ان انا احسب الديماند بالطريقه دي. بس هي الفكره في الريجريشن موديل ان انا في عندي قيم معينه، يعني زي عندي اللور كونفيدنس انترفال اللي معلم عليهم بالسهم الاحمر، يعني اللور كونفيدنس والابر كونفيدنس انترفال ده قيمهم بوزيتيف وده اوكي، ده موديل اوكي بالنسبه لي. عندي هنا البي فاليو ليس ذان 1 اوف 10000، فده الموديل ده تمام بالنسبه لي، ما فيهوش مشكله. طيب لو انا جيت بنيت ريجريشن موديل ما بين الديماند والتايم ومثلا في الاكزامبل اللي كان عندي والتمبريتشر، اوكي دي نتيجه الريجريشن موديل. طيب اولا الموديل ده انا ما اقدرش اخد بيه، يعني ما اقدرش ان انا استخدمه ان هو دون عامل مؤثر على الديماند، ان هي التمبريتشر عامل مؤثر على الديماند. طب ليه؟ اولا انا عندي الكونفيدنس انترفال هنا اللور ماينس الابر بوزيتيف، تمام، فدون مش اكسبتد بالنسبه لي، دي حاجه. البي فاليو هنا عندي القيمه بتاعتها كبيره 0.92، فدي قيمه كبيره، فالموديل دون نوت اكسبتد فور مي، يعني بمعنى ان هي التمبريتشر نوت افكتد اون تايم. طيب لذلك الريجريشن موديل ميزته ان انا اقدر اشوف ايه العوامل المختلفه اللي هي ممكن تاثر على الديماند بتاعتي واحسبها، وعن طريقها اقدر احسب اعمل فوركاست للديماند بتاعي. طيب طبعا توبيك مهم جدا، انا حبيت ان انا يعني انكلود ذيس توبيك ان ذيس برزنتيشن، البول ويب افكت، ذا افكت اوف بول ويب افكت اون ديماند. بول ويب افكت يعني التاثير بتاعه كان واضح جدا جدا خلال الكرايسيس بتاعت الكوفيد 19، اوكي في بدايه الكرايسيس دي بالذات، تمام. طيب يعني كان على سبيل المثال حصل في دول كتيرة، يعني زي في أمريكا لو الناس تفتكر إن هو كان في أزمة حصلت حتى في التواليت رولز، أزمة كبيرة
حصلت في التواليت رولز ان الناس مش لاقيه ورق المناديل اللي هي بتاعه التواليت وكده، تمام؟ دي كانت بسبب بول ويب افكت. طيب عشان نشرح البول ويب افكت، هي تشبيه بول ويب افكت برضو ان هو اكن زي انا عندي بول اللي هو الطور يعني، وانا يعني ايه بكربجوي. هشرح الاكزامبل ده ببساطه. انا سي انا عندي شركه زي بي ان جي، اوكي، بتديوس مثلا برودكت دايبرز اللي هي الحفاضات يعني بتاعت الاطفال او كده، اوكي، ليها سبلاير شركه اللي هي اسمها 3M، ده السبلاير بتاعها، وهي بتدي البرودكت بتاعها للديستريبيوتر، والديستريبيوتر للريتيلر، ومنه للكاستمر. طيب لو حصل عندي ان انا انكريز في الديماند لسبب ما، انكريز في الديماند كبير، طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هي الريتيلر لو هو يعني مش قادر تفيس الديماند دي والستوك بتاعه قال، هيروح على طول للديستريبيوتر عاوز سبلاي اكتر من البرودكت. كذلك يعني الديستريبيوتر هيروح للمانيفاكتشرنج البي ان جي عاوز برودكت اكتر عشان تو فيلفيل الريكويرمنت اللي حاصل، تمام؟ وكذلك ل 3M. اوكي، فلما نيجي نشوف الايفكت بتاعتها على الديماند، هنلاقي من اول الايفكت بتاعتها ان هي بتعمل لي يعني امبليفيكيشن للديماند توورد الاب ستريم، يعني من الريتيلر للسبلاير بيفضل الديماند يزيد جدا ويزيد لغايه ما يوصل للسبلاير زي as shown here in the graph. اوكي، طيب هل هو اكشوال ديماند؟ لا، هو بنسبه كبيره هو في فولس ديماند. ليه؟ لان كل تشين من اللي موجوده هنا بيسيف نفسه بمعنى ايه؟ ان هو بيطلب اوردرات عشان انا مش عاوز ابقى ستوك اوت. فاللي بيحصل في الاخر ان هو فولس ديماند، تمام، بتاثر على الكوست اوف ترانسبورتيشن، وانا يعني ديماند كتيره عاوز سبلاي كتيره، ترانسبورتيشن هتبقى اكتر، تمام، وبتعمل يعني باد افكت على الانفنتوري والانفنتوري مانجمنت بتاعي، يعني بيبقى ليها فيري فيري باد افكت. وببساطه الحل بتاعها البارتنرشيب. يعني ايه البارتنرشيب؟ يعني يبقى في ما بين الكومبوننت بتاعه السبلاي تشين يبقى في بارتنرشيب. والبارتنرشيب دي يعني على سبيل المثال بالنسبه لي يعني البارتنرشيب بيبقى اتجاهها ان هو يبقى في مونيتورنج للانفنتوري ابستريم، يعني بمعنى يعني انا سي مثلا عندي الديستريبيوتر بيحصل ما بينه وما بين الريتيلر كونكشن، ان هي يعني يوجهه ان هو والله انا الاستوكات الموجوده عندي كذا، تمام، وانا متوقع ان هي يبقى الاستوك عندي يعلى بنسبه كذا، هل ده اوكي بالنسبه لك ولا لا؟ الريتيلر على حسب الديماند بتاعه تمام هيوجهه ان هو تمام اوكي، لا انا محتاج سبلاي اكتر بعد الفتره الفلانيه. طب ليه ابستريم؟ لان هي اكشوالي الاكشوال يعني المين كرايسيس في البول ويب افكت ان انا بفوركاست الديماند بتاعتي بيزد على الاوردرات، مش الاند كونسيومر مش الاند كاستمر بتاعي. طيب لما بعمل البارتنرشيب دي انا اكني باخد الريال ديماند بتاع الكونسيومر اللي هو من الريتيلر بطلعه اب ستريم لغايه السبلاير. فده ازاي ان انا اعمل كونتر اكتنج للبول ويب افكت، تمام. وانا يعني برضو كنت حاطط هنا ده ارتكل كنت وانا بحضر البرزنتيشن ده وكاتب يعني عامل شير لللينك بتاع الارتكل ده، كان معمول على تاثير الكونتر اكتنج، ازاي نعمل كونتر اكتنج للبول ويب افكت ديورنج الكرايسيس بتاعه الكوفيد 19. وهنا كان بيتكلم ان بيلدينج بريدجز بيز بارتنر، وسماها بارتنرز، ان هم لازم يبقى في بريدجز بتوين ذوز بارتنرز. و that's all. Thank you. Hope that you have enjoyed this presentation. طيب I would like to thank you يعني على كل الانسايتس ما شاء الله اللي انت قدرت تقولها. طب يا ريت نرد على الاسئله. يعني هو اول سؤال what would be the demand building blocks. طيب
هو اعتقد هنا بيتكلم على البي تو بي الباكجينج اندستري. فهو مشكله الباكجينج اندستري ان احنا بنبقى عايزين ناخد الداتا من الكاستمر نفتح فيزيبيليتي على الفوركاست بتاعه. ماشي تمام. فهو بيسالك على الديماند بيلدينج بلوكس، ازاي يبني الديماند في الباكجينج اندستري، ازاي يبني الديماند في الباكجينج اندستري. يس هي والله انا اصل يعني هي الفكره ان هي على حد معلوماتي ان هي البيلدينج ديماند تمام، هي يعني الكونسبت واحد بس انا بتعامل على حسب الماركت اللي انا بتعامل فيه تمام. هي الفكره في كده، ما هي الباكجينج اندستري هل في عوامل مؤثره فيها في يعني في البرودكتيفيتي بتاعتي في الماركت بتاعي، هل الماركت بتاعي انكريز يعني الديماند بتاعتي انكريز ولا زي ما احنا قلنا انها ليفل هوفر اراوند ذا مين. اوكي هي فكره على هو حسب طبعا يعني هو كل بزنس له طبيعته، لان هو المفروض يبقى ياخد من الكاستمرز بتوعه فوركاست بدري وهو اوريدي عنده هيستوريكال. ميزه الباكجينج برضو ان هو بيسكيور الرو ماتيريال على الهيستوري بتاع الديماند، محتاج ياخد داتا من الكاستمرز بتوعه يشوف الصناعه دي الاندستري رايحه فين. هو طبعا اكتر حاجه احنا بنحاول اللي بنلعب بيها في الباكجينج بالذات ان احنا نفوركست الرو ماتيريال على قد ما نقدر، ونحاول ان احنا يعني ما نعملش فينش جودز، نقلل الوقت بتاعنا في البرودكشن والاوبريشن. فتمام تمام تمام. هي بس هي على فكره في حاجه، هو على فكره بالنسبه لل برضه نقطه انا كنت بس حابب اوضحها في الفوركاستنج، لما اجي اعمل فوركاستنج عموما مش في الباكجينج بس، لما اجي اعمل فوركاستنج للشورتر تايم هورايزون، يعني انا سي انا جات لي انا عندي الداتا اوكي وهعمل فوركاستنج، لما الشورتر تايم هورايزون مور اكوريت في الفوركاستنج بتاعي، يعني اعتقد هي في الباكجينج او في اي صناعه تمام. يعني لما اعمل فوركاستنج ليه؟ لان انا عندي عوامل كتيره ممكن تحصل تمام. فلما اعمل فوركاست على وقت، يعني اشتغل الفوركاست بتاعي على وقت اقل، ده بيدي اكوريسي اكتر للفوركاست. وحته مراقبه يعني الرو ماتيريال بتاعتي او كده، اعتقد برضو هي موجوده في صناعات كتير، يعني مش الباكجينج بس، يعني شايف في الفارماسيوتيكال اندستري، ما انا عندي في الفارماسيوتيكال اندستري عندي الباكجينج، عندي الرو ماتيريال بتاعت الاديتيفز والاكتيف انجريدينت. وبعدين هي مرتبطه برضو، هي كومبليكيتد، هي كومبليكيتد بيه، لان احنا هنخش في موضوع يعني في اعتقادي برضو انتوا ادرى يعني حضرتك ادرى يعني يا باشمهندسه، يعني هنخش في موضوع مثلا التايم ترانسبورتيشن، حاجات بتوصل لي هتوصل لي امتى، وبرضو ليها علاقه بالستوكس بتاعتي والانفنتوري بتاعي، يعني انا السايكل زي يعني المصطلح اللي هو السايكل سيرفيس ليفل بتاعتي البرسنت بتاعتها قد ايه تمام. فالايكونوميك اوردر كوانتيتي اللي انا بطلبه عشان اعمل الاستوكات بتاعتي قد ايه تمام، السايكل ستوك السيفتي ستوك، اعتقد هي دي كلها برضو حسابات متهيألي مش موجوده في الباكج بس، الا اذا لو الباكجنج ليه حسابات مختلفه بقى. بس طب نموف اون للسؤال اللي بعده. لو حاسس اني في محاضره وفي لا نموف سؤال عشان التايم بس عشان مش بقى يا فندم. ماشي ماشي طيب، اخش على الشاتس ولا دي الشاتس ولا ايه؟ تمام. هو طيب. في حد بيسال حضرتك كان يو الابريت وات دو يو مين باي لوكيشن اور اس كيو اجريجيشن؟ باي لوكيشن اور اس كيو، لما حضرتك قلت كلمه لوكيشن اس كيو اجريجيشن في حد انت مش فاهم المعنى. انا قلت انا حضرتك قلت بتجمع الديماند باي لوكيشن جيوغرافيك لوكيشن باي لوكيشن يعني لا او اجريجيشن باي فاميلي، هو بس محتاج تشرحها. تمام تمام. هي الفكره ان هو يعني زي الاكزامبل اللي انا كنت مدي، ان انا عندي مثلا 3 سايتس تمام، والثري سايتس دي ليهم ديماند معينه، ليهم افريج وستاندرد ديفيجن ديماند معين. دي فكره الديستريبيوشن سنتر تمام، ان انا ابول بعمل بول للديماند دي في مكان واحد. طب ايه الفايده؟ ان انا بقدر ان انا يبقى عندي كوفيشنت اوف فاريشن عندي اقل، بقدر ان انا فوركاست الديماند بتاعتي افضل من ان انا ابقى دايركت من البلانت للثري سايتس دي دايركت تمام.
وبرضو عشان نوضح ده برضو بيبقى ليها حسابات. يعني حتة ان انا مثلا سي ان انا ممكن مثلا في some cases ان انا اعمل الترانسبورتيشن من البلانت دايركت للسايت اللي انا بودي عنده مش طريق ديستريبيوشن سنتر، ليها حسابات بقى في الترانسبورتيشن تاني. بس دي فكرة ان انا بولينج الديماند في مكان واحد باي لوكيشن. تمام. The best software program for planning and forecasting. طيب the best على السؤال ده يا باشمهندس، the best software program for planning and forecasting هو so far يعني في ال يعني في الstudying أنا بالنسبة لي يعني في ال MIT إحنا already بنستخدم SAS أو ال spreadsheet Excel spreadsheet. We during the exams بنستخدم ال spreadsheet Excel. يعني هو ال exams أساسا بتبقى عبارة عن problems solving problems. تمام. فبنستخدم الاكسل شيت فيها. طبعا عندنا بالنسبه للفيرم نفسها والشركات نفسها السوفت ويرز الموجوده الساب ساب اي ار بي دي ان هي معظم يعني هي المستخدمه في اغلب الفيرمز يعني. اس بي اس اس يا دكتور برضو مشهور. اس بي اس اس واس بي اس اس. تمام. من الحاجات المشهوره ودلوقتي ناس كتير بقت تبني الموديل بتاعها يعني بقى يعملوا هم نفسهم مع الاكسل زي ما حضرتك بتقول او يبنوا بال يعني بالاجر ماشين ليرنينج بحاجات يعني احنا مثلا ناس عندنا في الداتا ساينس والداتا اناليتكس تريننج بيبنوا الفورنسيك موديل بتاعتهم بايديهم لان دلوقتي بقت ريجريشن والحاجات دي بنستخدم الداتا مايننج بسهوله الموضوع بقى سهل قوي. تمام اسهل فعلا. تمام. في سؤال بعد كده. I believe those models are more likely suitable for FMCG. I'm working in mechanical products supply. What are the recommended models for strategic project supply? Strategic project supply. معلش يعني السؤال اللي هو خاص بأسماء أنا مش يعني مش فاهمه قوي يعني. طيب يمكن انا برضو هي بتتكلم على FMCG. تعالى يا دكتور برضو نوضح للناس ان احنا عندنا ثلاثة environment. عندنا make to stock, make to order, engineer to order. MTS, MTO, ETO. في حاجات لما بعمل forecast بعمل على level المكون النهائي اللي هو make to stock. تمام. في حاجات بعملها على semi finished product والمكونات وبرضو المنتج النهائي اللي هو MTO, make to order. لو حضرتك بتتكلمي في استراتيجيك سورسنج وميكانيكال ونون ستاندرد برودكت انت محتاجه ميكس في الفوركاستنج ومحتاجين هاي ليفل طبعا حاجات اجريجيتد زي ما الدكتور تفضل وقال على ليفل الرو ماتيريالز والمكونات والسبلايرز والديماند فاحنا بنعمل اجريجيشن من اول يعني فوركاستنج على مستوى زي ما بيقولوا الماكرو الاندستري ومستوى المايكرو اللي هو الشركه بتاعتي والكاستمرز بتوعي فالفوركاستنج كلنا محتاجينه. الايكونومي بيعمل فوركاستنج الناس بتتنبأ احنا بعد 5 سنين هنبقى فين في تنبؤات النهارده بتتكلم على امتى مظبوط امتى هنرجع لقطاع الطيران هيرجع زي زمان قدامنا 2-3-5 في تنبؤات الاقتصاد هيرجع تاني هيتعافى على 2029 كل ده جاي من فوركاست. المهم الموديل دكتور النهارده لما شرح لنا قال لنا ان في فوركاست كتير مش المهم انهي موديل تستخدمه المهم ان انت بتحسب الايرور وكل ما الايرور يقل يبقى احسن لك ده بالظبط. تمام. كاستنج بالظبط زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالتايم سيريز وبنشوف الهيستوري وفي انواع تانية مور كومبلكس بريجريشن ومعادلات ومدخلات ومخرجات كل ما اطلع استراتيجيك اكتر ما اقدرش استخدم تايم سيريز اضطر استخدم حاجات اللي هي قوه شرائيه مع تعداد سكان في منطقه بالزبط. معينه مع فئة عمرية مع كذا حاجة أتنبأ المنتج بتاعي ده هيتباع إزاي وفين عشان كده بنروح بقى لأن أحب أضيف بس لأن بالنسبة للاستراتيجيكال أنا يعني هي بتبقى التايم فريم بتاعها بيبقى على مدة طويلة years okay. فأنا ما عنديش حاجة solid زي اللي أنا بستخدمه في فوركاست يعني data solid إن أنا بستخدمها لا أنا بتنبأ زي ما تفضلتي وقلتي على حسب الماركت نفسه consuming rate عامل إزاي لو أنا يعني مثلا على سبيل المثال في لو هدخل برودكت جديد
تمام، هيبقى الديماند عليها قد ايه، المفروض متوقع البرودكتيفيتي هتبقى قد ايه، ده كله بيخش في الاستراتيجيك ليه يعني، لانه هو كونسرنينج للفيوتشر. يعني احنا برضو عايزين نقول ان فكرة الديماند بلاننج، احنا كل ما بنقول ديماند احنا بننزل تحت داون ستريم قوي وبنروح للكونسيومر، صح؟ بالظبط تمام. فاحنا عايزين فورك الديماند، الديماند على كذا ليفل، فاحنا في النهاية احنا بنعمل فوركاستنج على كذا ليفل، والفوركاستنج هو اللي بيبقى الانبوت بتاعنا شورت تيرم وميديوم تيرم ولونج تيرم زي ما الدكتور تفضل وقال. طب لو في اسئلة تانية دكتور يا ريت نجاوبها عشان الوقت. طيب اوكي. اوكي انا عندي في question and answer ما فيش دلوقتي يعني، هل اخش في الشات؟ يا ريت يا دكتور، هي اسئله قليله يعني اغلبها كومنتس. ميني تاب كان كالكوليت ذس ستاتستيك. اوكي كان وي ميك اديشن اور سبمشن فور افريجز. ما يعني السؤال ده مش واضح يعني، انا بعمل يعني بعمل اديشن اور سبمشن فور افريجز لايه؟ تمام طيب what about the weight in forecasting؟ الويت للفوركاستنج بتاعي يعني مش واضح. هو not the focal English language in English please for this to speak English. طيب انا so far مش لاقي بس اسئله هنا قوي ونبلود الريكوردنج. No. Is there any model rather than regression model for to forecast the demand? اه طبعا هنا في سؤال ان هو هل في مودلز ثانيه بتستخدم لل انها فوركاستنج الديماند. هو اساسا الريجريشن موديل مش هو بس هو بيستخدم في الديماند اساسا يعني، احنا اتكلمنا على الموفينج افريج والموفينج افريج والكوميونيتيف والنايف و هولت وينتر ميثود اكسبوننشال سموثينج ميثود، فده كله مستخدمه في الفوركاستنج. احنا عايزين نقول يعني احنا عايزين نقول يا اما هعمل فوركاستنج على التايم سيريز والبروسيس بلاك بوكس بشتغل بس على الديماند، يا اما هدور على الكوزز والدرايفرز للديماند ساعتها اروح الريجريشن. ريجريشن يا اما هشتغل انترنسك موديل واخد الداتا اللي عندي وخلاص، يا اما هاخد كل البوسيبل فاكتورز واروح بقى ريجريشن وحاجات تانية كتير. الداتا مايننج والريجريشن والفوركاستنج والبريدكشن الناس بتستخدمه دلوقتي، احنا كنا من 15 سنة 70% بتستخدم داتا سيريز، النهاردة بقوا 30% بس. اوكي بالظبط. احنا عشان التايم بس يا دكتور هو ما شاء الله بتشكر حضرتك. في طبعا ريكومند not for planning و demand planning وحاجات كتير يعني موجودة ممكن نبعث لكم عليها. تمام تمام وأعرف انه كده تمام. اوكي تمام تمام، وفرصة كويسة ليا يعني وتشرفت بيك يعني واستفدت كتير جدا يعني. Thank you for sharing. I loved your examples والCV والsimulation والmodeling اللي انت عامله ما شاء الله عليك يعني. شكرا احنا تعلمنا منك كتير النهارده. شكرا وانا تعلمت منك كتير. عفوا شكرا يا فندم. شكرا سمعت. شكرا يا جماعه، شكرا لكل اللي معانا النهارده.